لأنك أنت ميولك معروف، باغي توسخ الجزائر، تكره الفرنساويين في الجزائر. هذا ما كان، لكن يجوا من الجزائر عارفة تعيش نفسها بنفسها، ماهيش محتاجة لا محبة ولا ماذا بينا حنايا نعيشوا في سلم سلام وأمان مع ولكن مش على حساب كرامتنا، مش على حساب تاريخنا، مش على حساب هذه أبدا قطعا. سي تو، سي دي كونتر فيريتي وعارفينها بلي سي دي كونتر فيريتي. من الأمور الجدية تبغي ندخل أنا وياك في الجد، أروح نظف الأماكن اللي درت فيها التجارب النووية اللي مازالوا الناس يموتوا، مازالوا متأطرين. أنت وليت قوة نووية وحنا دينا المرض، ماكش باغي تنظف. بغيت نرجعوا أصدقاء، أروح نظف واد الناموس اللي كنت توجد فيه الأسلحة الكيميائية نتاعك، ولحد الآن مازال الغلام نتاعنا والبعير وهذه يموتوا لما ياكلوا الحشيش تاع جوايز واد الناموس. ها الصح وين راه؟ ماهوش فيه انفو ديبا سور 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 لي زاكور دو 1968. فرنسا ترفض تنظيف هذه المناطق اللي كانت فيها تجارب نوويه وكيميائيه. رانا في 62 عام استقلال، 62 عام مفاوضات. خطره يقول لك نجو، خطره يقول لك ما نجو، خطره يقول لك انا نحب نزيدوا في الميزانيه، خطره هذه خطره هذه. هذا هو الصح. ما فيش جديد في هذا الملف؟ ما في حتى جديد، ما في حتى جديد. نتمنى احنا كنا دايرينها كنقطة خلال الزيارة اللي كانت تتحضر، كنقطة واتفاق نهائي باش يبدو باللي الأقلية نتاع المتطرفين تغلبت.